بالدوري انه يعني متواصل معايا انا دايما فاهم، بارك لي في كل بطوله اخذها يبارك لي. اه ان شاء الله اتمنى انه يفوز بالدوري وانه يستاهل ان شاء الله، انا حاسس راح يفوز بيها. اه الاتنين دول مشيوا من الزمالك، ومشي معاهم اشرف بن شرقي، ومشي معاهم مصطفى محمد، ولاحقا مشي امام عاشور. ازاي فرقه كانت قريبه من حسم لقب دوري ابطال افريقيا خسرت امام الاهلي اتفككت بالسرعه دي؟ ده سؤال بيطرحه الزملكاويه دايما. صح، الامور صعبه يعني. انا بعد خساره النهائي تشامبيونز ليج اول حاجه قلتها يعني قعدنا بالاداره واللاعبين الاداره الجديده، قلت لهم كلمه، قلت لهم المفروض النادي اللي حاب يفوز بالبطوله تشامبيونز ليج، قلت لهم اخر مره لعبته نصف نهائي في امتى يعني مش عارف 16 من 16 مع سان سان داونز. داونز، يعني ما ينفعش، لازم كل على الاقل تسال كل سنه توصل لربع نهائي نصف نهائي نهائي في الاخر راح تفوز بيها، بس تتوصل مثلا كل 4 سنين ولا 5 سنين توصل النهائي يعني صعب انك عندك الاحتماليه، صعب انك تفوز اي يعني. بعد ما طلعنا احنا من خسرنا الفاينل السنه اللي بعدها طلعنا من مجموعات المجموعات 3 سنوات متتالية ايوه دول تنزل المجموعات. يعني ما ينفعش كده بهذه الطريقه، مستحيل انك تفوز يعني صعب انك تفوز بالشامبيونز ليج، مش مستحيل لكن صعب يعني، لازم يكون في استقرار واستمرارية. واستمراريه اكيد. بس كان في يعني كنت انا رحت وطارق حامد وفي لعيبه كثير ومصطفى محمد في الاخر يعني، مش انا راح اتكلم لكن اهم شيء انه لازم يعمل استقراريه في النادي، وفي الاخر مرات تكون الظروف انك لازم تبيع لاعب ولا ما تعرفش تجدد اللاعب لانه الظروف ما تسمحش، بس هذه في كلها زملكاويه بيقولوا ان بتاثر. في جزء من المؤامره اللي على الزمالك، ان كلما تشكل فريقا كبيرا او تشكل فريق كبير للزمالك هناك محاولات لتفكيكه سريعا. تتفق مع الفكره دي ان في غرض او عن قصد بيتم يعني شوف تفكيك انا الفريق؟ نحس مش ما نحبش نتهم حد ولا نقول اشياء يعني غلط، لكن اللي نحسه انا كلاعب انه دايما وشايف يعني لما كنت في الزمالك وبرا دايما نحس انه كل ما الزمالك يعدي فتره اوكي بياخذ بطولات بعدها لازم يقع ينزل يعني، ايش هي الاسباب يعني؟ المفروض النادي كبير، المفروض حتى لو نزل يجي الثاني في الدوري يكون ينافس، انا لما كنت هنا يعني يا اما اخذنا الدوري يا نافسنا على الثاني جينا في مظبوط. الدوري، بس ما نجيش الرابع ولا الثالث ونخسر مباريات كثيره، على الاقل نخرج موسم بكاس ولا فهمت يعني. لكن نحس انه الزمالك مرات بعد ما ياخذ بطولات بنحس انه السنه اللي بعدها لعيبه تروح تصير مشاكل كثيره، لكن ما نصورش انه الاداره ولا اللاعبين موجودين والناس الموجوده تحب انه ما تحبش النادي يوصل ولا النادي يكمل يعني في ايوه الانجازات. ايه الاسباب؟ صراحة ما اعرفش ايه الاسباب، انتم ادرى مني عارفين وانتم اكبر مني واقدم مني عارفين يعني بس الاسباب. انت قعدت جوه انا وابن هو اللي ميت عرفته عقبه انه زي ما بيتقال. صح، بس يعني انا ابن ميت عقبة كما بيقولوا، هذا هي قال هي اللي جنش اول واحد، جنش قدم له اول واحد التحية قال لك. صاحبي عيد ميلاده كان امبارح، اي كل انا سنه وانت نزلت طيب له يا جنش. بوست كل سنة وهو طيب. يعني صراحة انه ممكن في شوية امور في شوية يعني مزودينها شوية على الزمالك صراحة، حاس كل مرة يحصل لهم مشكلة رئيس فتح مجلس إدارة مش عارف شو، هذه كلها يعني ما هو صدفة بناء على أخطاء، هي أخطاء أخطاء يعني في بتترتب. الآخر، ثم يعني نادي كبير وكيان في الآخر لازم يشوفوه بعين الاعتبار فاهم، يجيش علينا كثير يعني. ها في ناس تحب الزمالك كثير، ناس طبعا بتموت طبعا وبتمرض يعني فاهم، صراحة يعني في كل مكان روح شوف ناس كيف تحب يعني صح تحب الزمالك صح يعني، شوفوا الناس هذه يعني تحب تفرح، صح خلينا نفرح مع تطبيق القوانين أكيد هتجري القوانين كله يعني بالهزار وبالحب يعني بالحب فاهم. الأهلي.